قالت قناة RTL زيد الهولندية المتخصصة في الاقتصاد أنها انفردت بمعطيات عن الأرباح المتأتية من مباراة هاري وريكو السبت الماضي، ونشرت تقريرا مقتضبا لما جناه منظمة بطولة غلوري للكيكبوكسين من النزال الذي انتهى بإصابة هاري وتتويج الهولندي باللقب العالمي للمرة 10 في تاريخه. وقال مدير أعمال ريكو كريم إيليا للقناة: عدم القتال يعني عدم الحصول على أرباح، والتدرب ثم التدرب يكلف الكثير من المال. فيرهوفن لديه طاقم من 6 أفراد من مدربين بدنيين ونفسيين مرورا بالطبيب، وهذا يكلف غاليا. القناة أشارت إلى أن 3.5 مليون شخص تابعوا نزال الثأر على التلفزيون الهولندي دون احتساب أولئك الذين حضروا النزال مباشرة، لكنها تحفظت عن كشف القيمة المادية الحقوقي بث النزال، مبرزة أن منظمي غلوري يصرون على عدم الكشف عن الأرقام المالية من أجل دفع المستشهرين والرعاة الجدد لمضاعفتها في النزالات المقبلة، حيث اكتفت المنظمة ذاتها بالقول أن نزال بدر هاري وريكو فيرهوفن أشبه بنهائي دوري أبطال أوروبا بين أجاكس أمستردام وفيانورد روتردام، على اعتبار أن النزال أقيم في ملعب فيتيس أيرنهام وقد حضره 31,000 متفرج، ووصل سعر التذكرة الواحدة في الدرجة الأولى إلى مبلغ 1500 يورو مقابل 65 يورو كأدنى تسعيرة. وفي جديد إصابته خلال نزال السبت الماضي، طمأن بدر هاري عشاقه وأكد أنه لا يعاني من كسر بل أصيب على مستوى في أربطة الكاحل، مشيرا إلى أنه سيغيب لبضعة أسابيع ثم سيعود للعمل قصد تحقيق أهدافه. ونشر بدر هاري صورة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي رفقة الطاقم الطبي الذي أشرف على علاجه بأحد المستشفيات، وأرفق بالصورة بالتعليق الآتي: شكرا كبير للفريق الطبي الممتاز في مركز آيس بايدام الطبي الدولي، لقد أكدوا لي أنني أعاني من إصابة في أربطة الكاحل. المشاهد تي في. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.